الأخبار؟ عاملين ايه يا شباب؟ صباحكم فل. يوسف من الدوشة واخيرا جاء اشعار. ازيك يا سولوم؟ زياد ازيك؟ رنا صباح الفل يا رنا، عاملين ايه؟ مصطفى حبيبي صباح العسل. احمد همام اسرار الحياة صباح العسل. عاملين ايه؟ طمنا عليكم. حبيبي انا زي الفل الحمد لله رب العالمين. الفل 14 الساعة عندي كام؟ الساعة دلوقتي يا رنا 9 وحوالي 38 دقيقة. ازيك يا عمر؟ النهارده اجازة عندك؟ طب تمام زي الفل، مية مية. مباشر عشان متزعلش. عندك العصر؟ ما انا عارف انت عندك العصر، انا بستغلها فرصة كده، انا رايح الشغل ادردش معاك. ولا انتوا رايكوا ايه؟ ندردش ولا لا؟ عبدو ازيك؟ اليوتيوب ساعات بيخرف ما بيبعتش اشعار. والله لا، هو بص انا هقول لك على حاجه، ورشا كمان اهلا يا رشا. بص هقول لكم على حاجه بخصوص الاشعار. انا اهملت القناه شويه، قعدت فتره طويله جدا ما بعملش لايفات او فيديوهات، فده خلى اليوتيوب يتجاهل القناه شويه. الاول كان بيجي اشعار للناس، معظم الناس يعني حوالي 50% من 16,000 اللي عندي، بس حاليا ها بنحاول نقوم القناة تاني. انا تمام يا رشا والله، انت عامله ايه؟ طمنيني عليكي. النهارده الخميس ولا الجمعة؟ النهارده الخميس يا حبيبي. الصورة واضحة كويس ولا في مشكلة؟ كله تمام والصوت تمام. بعت لي سؤال، بعتيه فين يا علا؟ هنا ولا على الماسنجر؟ تمام يا عبد الله حبيبي، ماشي الحال الحمد لله رب العالمين. تمام زي الفل، لو على ماسنجر هبص عليه، ممكن بيجي على الاذرز فمش بشوفه. حاضر انا. محمد عبد الفتاح حضرتك انا في فيلادلفيا، في فيلي، فيلادلفيا مدينة الجبنة.
مشهورة طبعا، يعني أكيد تسمع عن وردة الفيلم. مساء الورد ماجد، ازيك؟ يوم الجمعة شغلي في أمريكا طبعا يا رنا. تصدقوا النهاردة، يا الله، وأنا بقول لكم النهاردة إيه؟ وانا بقول لكم النهارده ايه؟ بس نضارة عشان مش شايفين حاجه. النهارده الجمعه يا شباب، طولتوني معاكم اقسم بالله. لا، الاجازه الرسميه بتاعتهم السبت والحد، الويك اند اجازه نهايه الاسبوع السبت والحد. عارفين الايام بتيجي اقسم بالله فعلا، يعني ناس الاسبوع هنا بيبتدي النهارده يخلص بكره. اهلا اهلا فنزات يا حبايبي واخواتي، بقينا اسره كده على فكره، يعني موجودين معايا في اللايف بقى حافظين بعض تمام، زي انا حابب الموضوع ده. شفت محمد بركات؟ محمد بيقول لي انت مسطول. اه يا محمد مسطول، لو سمحت الناس شرحها بكذا طريقة، ما المقصود يعني ايه؟ لو سمحت الناس يعني شرح حقيقية بس. لا يا بسام، طبعا الكلام مش مظبوط، بتحط مدينة الميلاد وبتحط الولاية اللي انت فيها المحافظة، ده صح. كويسة يا ايجل، بنسلفانيا كويسة مش وحشة، بس طبعا مش افضل ولايات، يعني ممكن يكون مستوى الدخل فيها متوسط. صلى على محمد صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، سيب محمد، ممكن بهزر بس هزاره تقيل شوية. مدينة الميلاد مثلا رشيد، محافظة البحيرة، اه طبعا اكتبها كده مدينة الميلاد وبعد كده المحافظة. انت من رشيد؟ انا اعرف بلد في رشيد اسمها ديبي، كان ليا واحد صاحبي منها. عندكم في رشيد حاجة اسمها ديبي صح؟ هقفل هروح فين؟ هقفل ايه بالظبط؟ ديبي قريبة من رشيد، بس أما أنا عارف إن هي قرية. لو هنقل هروح فين؟ يا أبوي السؤال ده كام، 3000 مرة يا إيجل؟ هنقل فين؟ أنا كنت فكرت في تكساس قبل كده، عايز أروح تكساس، بس مش عارف، حسيت ان انا خلاص لزقت في البلد دي، يعني انا حسيت ان انا لزقت في فيلي زي ما بيقولوا كده. الجو حر عندك ولا ايه؟ اه الدنيا مش حر، الجو مناسب، بس احنا عشان البرد برد فما بتفرقش. لما يكون البرد برد ويجيلك شوية خريف في درجة برودة، فانت متعود على درجة الحرارة الابرد من كده. ميزوري مش مشهورة قوي، في ناس هناك بس مش على الساحة، في ولايات على الساحة كده تحس ان هي فيها طلب وعليها طلب، فيها ناس وبتاع.
واحد بيقول هل يوجد في أمريكا فرص أكتر من البلاد العربية؟ 3 مليون مرة أكتر، يعني مش عايز كلام، يعني مفيش وجه مقارنة يا صديقي العزيز. تيجي تقول أمريكا فيها فرص، لما أمريكا مفيهاش فرص، أمال إيه اللي فيه فرص؟ يا أمينة أرد إيه طيب؟ يا جماعة اللي بيسأل سؤال ما بيشوفوش ما يزعلش، يسأل السؤال تاني. هرد على ايه؟ ما انا مش عارف يا امينه، لو انا عارف انت بتسالي على ايه هرد. عيوب بنسلفانيا ايه؟ قلت لكم ان هي الدخل مش عالي قوي، يعني تعتبر من ولايات المتوسطه، مش كل المدن يعني. بس مبدئيا لما تيجي تبص على العيوب هتلاقي في ميزه تانية، لما يكون الدخل متوسط هتلاقي الإيجار وتكلفة المعيشة برضه متوسطة. يعني مثلا نيويورك الساعة فيها ب $15، بس عشان تأجر أوضة فيها ب 1500 أو 1600 دولار، تمام؟ ومش مكان كويس كمان. طب بنسلفانيا مثلا الساعة ممكن $10، بس ممكن تأجر أوضة ب $700 وفي مكان كويس مثلا كده. صباح العسل. لا، الحد الأدنى مش موحد في كل الولايات يا صديقي، مش موحد. أفضل الولايات من وجهة نظري يا رنا، أنا قلت 100 مرة قبل كده، اللي تعرف فيها حد، لو في حد يساعدك في الولاية هتبقى من أحسن الولايات، هيوفر لك شغل، يوفر لك سكن. بنسلفانيا ولا اوهايو؟ لا، وجهة نظري بنسلفانيا افضل. سبع مرات تحاول تقدم والموقع يسقط في الاخر حتى بعد الفجر، يبقى انت ان شاء الله هتفوز. مين هو؟ ليه بس؟ انا بقى لان حصل معايا يعني قدمت كتير وسقطت، ما كانش الموقع بيكمل معايا، في الاخر ربنا كرم من اول مرة. صباحك فل، صباحك عسل يا صديقي العزيز. أمينة بعت السؤال، ماشي أمينة. أنا قدمت، أو فين أمينة؟ أنا قدمت على اللوتري من جوالي ونفس إيميلي لي ولإخواني، عادي ولا كان لازم كل واحد من جواله؟ لا عادي عادي، مش قصة، طالما ما قدمتيش بنفس الاسم عادي. قصدك عشان الأي بي نفسه بتاع التليفون؟ عادي جدا يا أمينة، مش مشكلة. الحالة الاقتصادية اللي عيش فيها، ما انا قلت لك نيويورك كويسة بس غالية. عندك ولاية مثلا زي تكساس كويسة، دخل فيها كويس وبرضه المعيشة فيها مش غالية أوي. عندك زي تينيسي مثلا، بنسلفانيا مثلا، ينفع تشتغل في ولاية؟ ده انت متعب أوي يا ماجد، عايز تشتغل في ولاية وتسكن في ولاية؟ ده انت هتتنفخ، وانت مفكر انت هتركب هتسوق 5 دقايق يا راجل يا طيب؟ ده انا كنت بسوق ساعات قبل العربية، قعدت 3 شهور من غير عربية، بيني وبين البيت كنت بركب ساعتين مواصلات، ساعتين في نفس المدينة، مش في نفس، في نفس المدينة. انت عارف في مدن في بنسلفانيا بينها وبين بعضها قد ايه؟ 6 ساعات و7 ساعات، مش منطقي خالص خالص خالص. افضل المهن النجار كويس، والسباك هنا بص باشا، السباك باشا، يعني عايز اقول لك يعني عطل في السباكة هنا عطل، بس مش هيعمل حاجة، ده بيطلب مبالغ. السنة الدراسية بتبتدي امتى؟
بتبتدي شهر 8 غالبا وبتنتهي شهر 6. أمينة بتقول ينفع أعدي مرتين على اللوتري لأن عندي جوازين سفر بأرقام مختلفة. لا طبعا يا أمينة ما ينفعش، ما اسمك هو هو. أرقام إيه؟ طالما اسمك هو هو إزاي هتقدم؟ ولو مسكوا الموضوع ده وفزتي هيحرموك إنك تسافري وتاخدي حظري كمان. فرق بين السباكة في مصر وفي أمريكا، السباكة في أمريكا أسهل. عارفين ليه؟ عشان في معدات مش موجودة في مصر. أنا شفت حاجات غريبة هنا. بالمناسبة عايز أخد رأيكم. يوم الحد الجاي السوق، فاكرين السوق؟ عندي فيديو وصل لحوالي داخل في 300,000 مشاهدة، اللي هو بتاع السوق لو حد متابع. السوق فتح هنا، ايه رأيكم نعمل فيديو فيه؟ ناخد رأي الناس الحد الجاي، مع ان انا عايز انام وارتاح، بس ممكن اصحى عشان اعمل فيديو. اصحى بدري. ما رأيكم؟ يعني نتوكل على الله ونعمل جولة في السوق. سن التقديم من 18 سنة، أقل أجر في الولاية الرسمي 7.25 دولار، ده الرسمي اللي جاي من الحكومة. المسافة ما بين بيتي والشغل يعني ساعات مع الزحمة أكتر من نص ساعة، 35 دقيقة، من غير زحمة حوالي 16 دقيقة. ممكن تسيب رابط الفيس البوك بتاعك، حاضر يا رضا، عناي في صندوق الوصف، عناي حاضر. هنزل رابط الفيس بتاعي يا شباب اللي عايز يبقى موجود عندي على صفحة الفيس. اهلا يا مشاري، ازيك؟ عامل ايه؟ ينفع حد يدخل من نص السنة الدراسية؟ ينفع يا رنا، انا اولادي دخلوا من نص السنة الدراسية عادي. حاجة تانية قبل ما نقفل يا شباب، حد ليه سؤال؟ هل لو اتعلمت السباكة في مصر هقدر اشتغل بيها عادي هناك؟ تقدر يا اياد. هقدر اسافر وانا عندي 20 سنة بس عندي جيش؟ لا، لازم تخلص جيشك الاول. قصدك الرسمي يعني 8 9 يا عبد الرحيم. يا ريت السوق ومحلات التسوق، انا عندي كتير جدا جولات في المحلات. بس تمام، هبدأ أعمل لكم جولات في المحلات تاني. ينفع يا ماجد بس بهدل عليك، يعني أنت قصدك هتبقى بعيد أوي عليك. تسلم يا رنا، حاضر إن شاء الله ربنا ييسر الأمور وأعمل لكم فيديو بإذن الله. بإذن الله عايزين فلوجات، ده اللي أنا ناوي أعمله يا تراب إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله هعمل القصة ديت. وعد، قلت لكم كان في حاجة معطلاني والحمد لله خير، يعني نحاول نفضي نفسنا ليكم بإذن الله. الأوراق المطلوبة لمدارس الأولاد شهادة الميلاد، ولو معاك إثبات المدارس اللي هما كانوا فيها بس، وشهادة الميلاد والباسبور بتاعهم أو الجرين كارد، وشكرا. وإثبات السكن بتاعك ما تنساش.
اثبات انك معاك سكن هنا في امريكا. يلا شباب نستأذنوا. محمد بركات، نشجعك تستمر وتزود لنا الفيديوهات. والله التشجيع ساهل يا محمد، الموضوع تشجيع بين الدعم من الناس الموجودة واللايك شير الكومنت رأيكم في الفيديوهات. ده الحاجات اللي بتشجع ان الفيديو يوصل لناس اكتر. يعني فيديو واحد الحمد لله 300,000 مشاهدة، وما زالوا في فيديوهات برضو عندي كتير واصلة مشاهدات عالية. ربنا ييسر الامور ان شاء الله بإذن الله. دعمكم ومساندتكم طبعا عشان ربنا يكرم والقناة تكبر بيكم والفيديوهات تزيد ونتكلم مع بعض كتير ونعمل فلوجات ونخرج سوا حاجات كتير بإذن الله. ربنا يخليك يا رب. الأطفال بيبدأوا من أول، بيكملوا من آخر سنة في مصر. إيه ده؟ الأطفال بيبدأوا من أول ولا بيكملوا من آخر سنة في مصر؟ لأ، بيكملوا من السنة اللي كانوا فيها، بياخدوهم بالسن. الأطفال بيدخلوا المدرسة هنا بالسن، يعني أنت عندك 6 سنين تدخل سنة أولى، 7 سنين سنة تانية وهكذا. يلا شباب، كل تحية من سوريا حبيبي، انت واهل سوريا على راسي من فوق، تسلم لي يا رب. القرية بتتكتب في عنوان ولا المدينة والمحافظة بس؟ القرية، اكتب عنوانك، انت عايش في قرية اكتب انك عايش في قرية، تمام؟ اكتب، ما تخافوش من العنوان يا جماعة. قصة العنوان والكلام ده كله زي ما موجود في بطاقتك او في الباسبور اكتبه بس. حبيبي بسام، يلا تأمرني بشيء قبل ما امشي؟ وكالعادة ان شاء الله بإذن الله بإذن الله هنشوفكم تاني. احنا على طول مع بعض تقريبا كل يوم بنطلع لايفات مع بعض بإذن الله. اعمل فيديو ازاي اجر سكن او اجر بريد عشان يستلم عليه عناية يا عمر. حاضر، يلا سلام.